الرحله بتاعه النهارده كان بدات بان احنا ركبنا الاوتوبيسات من مصر الجديده او من المهندسين. الناس اتجمعت كلها في المرسى في الاخر، ركبنا المركبه، عملنا جوله دينيه شويه في النيل كده نحس بالهواء وجمال المياه، وبعدين وصلنا للمكان اللي على الجزيره. المفروض ان بعد ما نوصل للمكان اللي على الجزيره نروح المشتل من المشاتل الموجوده هنا، نتفرج على الورد اللي فيه موجود على النيل على طول، شكله حلو جدا. وبعدين نبدا نلفلف في الغيطان. المفروض في ضمن الخطه برضو ان احنا نتغدى على النيل، هنتغدى بقى فطير بلدي بقى بالسمنه البلدي وحاجات كده، بحيث ان احنا نعيش جو القريه. هدفنا الرئيسي ان احنا نخلي الناس تتفرج على الحتت الحلوه اللي موجوده في بلدها، وان المصريين يعرفوا ان في اماكن حلوه ممكن تتشاف. والهدف الثاني ان بعد الثوره كانت السياحه الى حد ما مضروبه في البلد، ففكرنا طيب عشان برضو الناس اللي شغالين في السياحة يبقوا لا يزالوا عندهم شغل، المصريين ممكن هم يقوموا بالدور ده لفترة. أنا أول ما أعرف إن في جزر أساسا موجودة جوه القاهرة كنت أسمع، بس ما كنتش أعرف إن هي بتبقى مزروعة بالشكل ده وما زالت لسه محافظة على طبيعتها لحد دلوقتي. المكان حلو وفي طبيعة والشمس وبتاع، بتبقى مريحة للأعصاب بعيد عن جو المدينة والزحمة والكلام ده. دايما بيدوروا على الحاجات السياحيه اللي موجوده في مصر محدش شافها وبيحاولوا يطلعوا فيها ناس. بحس طبعا بارهاق في تنظيم الرحله وفي تجميع الناس وفي الدعايه للرحله وان انا احكي للناس ايه الموضوع اصلا، بس كل ده بيروح وبحس بسعاده غامره يعني ساعه ما شخص يكون موجود في الرحله ويقول لي ايه ده، انا ما كنتش عارف ان مصر فيها اماكن حلوه كده.